بإذن الله
اللي جذب الناس دايما، اي حد بقى يتمنى ان يجي يشتغل معانا ويتمنى ان يجي يشتغل في الوظيفه بتاعتنا. خلاص ده يتحقق بايه؟ ان انت تبقى عارف او عارف ايه تمانج او كنترول معايا، انك توصل للمرحله دي فلازم تتحدى ذاتك ده نقطه نجاح. خلاص انت تبقى في مؤسسه تبقى الناس بالنسبه لك انت حاطط عليها عتاد. انا اتمنى اروح المكان ده معايا، زي مثلا اكبر مثال عندنا في الصعيد مين؟ No.
خاصه بالجراحه بس معايا عيادات جراحه اوكي، سواء وظيفه بقى نوع الجراحه عمود فقري عظام ايه على حسب السيب او مستشفى، بس متخصصه في الايه بس هي سيرجيكال. في كمان ايه سبيشاليتي وقت اللي هي مستشفيات الخاصه مستشفيات استثماريه برضه بقت موجوده بشكل كتير بشكل كبير، اللي هي مجموعه من الاطباء خلاص مجموعه من الاطباء مع بعض بيتعاونوا، كل واحد مثلا بتبقى عظام اسهم خلاص، يبقى كل دكتور مثلا ده بيدخل ب 10 اسهم ده ب 5 ده ب 7 8 وعلى حسب الايه اسهم ديت خلاص بتكون راس المال تمام، تبدا تتكون مش عايزه تطلع يبدا يكون راس المال ويبدا يكون الايه ابدا احدد بقى الايه الحاجات اللي هجيبها والمطلوبه واعمل ننزل تاني اسبوع رمضان. الصدقة لازم تكون بضيق خاطر، الصدقة لازم تكون بضيق خاطر يا جماعة. بالظبط كده، بضيق خاطر، طبعا أول مرة عمل خير بضيق خاطر صح؟ وإن شاء الله مش يعني أحسبكم على خير وشباب بضيق خاطر بس نتعاون يعني كلنا. ربنا يقدرنا نعمل أي حاجة في الخير. كده اتنين يدلوك الواحدة. اتنين. لا ما تتمنى الكلام ده يقعد، ما تفكرش كمان خلاص؟ يلا أي حاجة تنام تاني كويس يقول لنا أي حاجة يعني. مشروح في الكلام جاي سايد توكي، شفت الرز مع حطام شويه دي الغوه دلوقتي مش هحطها المره الجايه خلاص. المدن المفكره دي هي المستشفيات اللي هي الاستثماريه الحديثه اللي موجوده دلوقتي، ومعظمها بتبقى زي ما عارفين ايه تبقى المشاريع متخصصه في حاجه معينه، هتلاقي مثلا مستشفى على ايه الفيرمين مثلا اوكي، مستشفى الاسباي، مستشفى الهومر هابيتيشن وهكذا خلاص، مستشفيات او قصه كامله بس ايه بقى مش كل الخدمات العامة اللي احنا بنتكلم عليها من شوية دي، لا متخصصة في حاجة واحدة، اوكي؟ دي الحاجة دي كويسة ولا وحشة؟ دي كويسة مش وحشة، ودي ولو أديرت بشكل كويس أو بشكل صح زي ما هي المفروض يعني
تبقى حاجه ممتازه. ليه بقى؟ مودرن هوسبيتال دي هيبرمج دي كرون ريسبونس تو ذا انكريد بوبليشن، طبعا نتيجه الطفره السكانيه اللي احنا بقينا فيها خلاص، فبالتالي احنا محتاج عدد مستشفيات اكتر. فلما يبقى فيه مستشفيات موجوده او بتقدم خدمات مختلفه خلاص، دي حد ذاتها تبقى ايه؟ تبقى افضل. بس لما بص بقى للناحيه الاقتصاديه بتاعت الحاليه اللي حاليا الحالية هي التكاليف بتاعتها خلاص. لكن لما يبقى فيه مستشفيات عدد كبير او الموضوع ده يبقى مطروح بشكل اكتر او منتشر، هنلاقي التكلفه بتاعتها تبقى تاني، مش هتبقى بالارقام اللي احنا بنسمعها دي خلاص. طيب ايه كمان؟ المودرن هوسبيتال او سبيشاليزد هوسبيتال مثلا زي ما قلنا ان هي تبقى متخصصه في حاجه معينه، تبقى مركزه فيها الجزء البحث العلمي كله ساينتفك ريسيرش مع الجزء ده معايا، يشوفوا ايه الجديد، تبقى مقررات عليها، بيعملوا زيارات طبيه لناس متخصصه في الجزء ده معايا كده. طيب ايه كمان؟ المودرن هوسبيتال ار بليسنج مور تركيز اون كواليتي، دايما بنركز على الكواليتي، انا عايزه اقدم خدمه باعلى جوده ممكنه خلاص. ده مستشفى ايه؟ استثماريه يعني ليها اسمها، فدايما بنهتم المفروض يعني بنهتم يكون اسمها ايه؟ رقم واحد، الخدمه اللي مقدمه تبقى رقم واحد. مصر الدولي 57 مصريين مين يا عم؟ مصريين بتدفع بس يعني يعتبر 57 مصر هي حاليا دلوقتي المفروض 57، بس هي طبعا احنا عارفين هي مبنيه على الدولار، بس كمودرن هوسبيتال خلاص وبتعتمد الكواليتي على درجه والخدمه مخصصه في حاجه معينه في الكانسر يعتبر من انجح المصريين حاليا 57 تمام. في مستشفيات ثانيه كويسه الدولي برضه كويسه يعني اداريا او كويسه لحد ما خلاص. نعم مستشفى مش تأكيد التعليميه مع مصر في جزء ده وجزء ده الاثنين مع بعض برضه مع مصر ممتاز فعلا، والجزء الاقتصادي برضه فيه بيقدم خدمات كويسه جدا تمام. اقتصاد اللي هو يعني ايه مدة هوسبيتال؟ اقتصاد اللي هو سعر الكشف يعني ولا اقتصاد دي اللي هو حضرتك تقصد بس سعر الكشف؟ لا بس على خدمه، لا خدمه سعر الكشف في المستشفيات طبعا بتختلف اسعارها والمقاس بتاعتها وكده، بتختلف الكواليتي. لا ما بتكلمش على الماديات خالص، بتكلم على ايه؟ المستشفيات اللي احنا بنسمع عنها انها بتقدم خدمه طبيه كويسه متميزه تمام. طبعا يعني 57 حاجه ما شاء الله يعني حاجه فوق، اتمنى يا رب تبقى ربع مستشفيات مصر تبقى 10% منها زي 57 خلاص. ليه؟ هناك الاداره والمانجنج سيستم هناك حاجه يعني كلها عشان معموله على نظام اوروبي خلاص. الاداره كل واحد عارف هو بيعمل ايه، مسؤول عن ايه، باستمرار الريسيرش ده حاجه اساسي معايا، لازم يعملوا ابديتنج اليوم كل فتره يروحوا صوتي على طول. لا هناك ما شاء الله الخدمه ممتازه. طيب عرفنا ايه الفكره معنى كلمه مودرن هوسبيتال اللي بيميزها عن اي مكان تاني. طيب دي برضو زي ما قلنا قبل كده دي جنرال سيرفيس او هوسبيتال سيرفيس خلاص. اول حاجه طبعا الميديكال سيرفيس زي ما احنا عارفين دي هي المين سيرفيس او جنرال هوسبيتال، وبعد كده عندنا سيرجيكال سيرفيس اللي هي الجراحات المختلفه المستدرك الانستيزيا اللابوراتوري المعامل البيدياتريك الراديولوجي اشعه والاوت بيشنت كلينك خلاص يا دكاتره. طيب اخر نقطه هنخلصها اخر نقطه ونخلص تمام. ايه هي الاكويبمنت اللي انا محتاجاها؟ دي اساسيات يعني دي قالب كام مستشفى. ايه هي الجنرال اكويبمنت اللي انا هقدر توفر معايا او انا محتاجاها توفر معايا عشان استخدمها في اي مستشفى يعني خلاص؟ اول حاجه الهوت بتاعت الاسترتشرز اللي هي يعني استرتشرز اللي هي النقلات بتاعت البيشن خلاص اللي بيسموها ايه؟ سرير ترولي اللي هو ده اساسي في اي مستشفى سواء سراير او شيرت ان اياك البيشن الاثنين اتنين عليها خلاص يعني المزل. يعني انا لو في وحده طوارئ تحت خلاص ابقى شايفه البيشن وارد العربيه جايباه مش بسيبش بقى اربعه والجراير والنبي على الناس
المدير الباشا الكمبيوتر في الكمبيوتر طبعا تمام. الرايزر